معكم معاد دكتور الصيدله. اليوم غندوي لكم على واحد لامالادي كتسمى لازم، او اللي كنقولوا ليها بالدارجه مرض الضيقه. فاشنا هو هذا المرض ديال الضيقه؟ شنو هما الاسباب ديالو؟ شنو هما الاعراض ديالو؟ شنو هما المخاطر ديالو؟ شنو هو الطرق العلاج ديالو، التريتمون ديالو، وبزاف المعلومات وحدين اخرى. دونك الا كنتي اول مره كتشوف لي فيديو ديالي، ما تنساش تابونا في لاشين، تاكتيفي لا نوتيفيكاسيون كوم سي يبقى يوصلك ديما الجديد ديالي. نبداو الشرح على بركه الله. الوغ لازم او مرض الضيقه هو واحد المرض مزمن، اون مالادي كرونيك، اللي هو عباره على التهاب في القصبات الهوائيه. يعني ملي كيلتهبوا هذوك القصبات الهوائيه، هذوك العضلات اللي داخلين ضمن الجهاز التنفسي كيتقلصوا سو كونتراكت. دونك المسار اللي غيدوز فيه داك الهواء، والهواء اللي كنستنشقوه اللي هو فيه الاكسجين اللي هو O2 اللي هو اللي عليه كلشي، دونك ما غيولي يلقى صعوبه باش يدوز في هذاك المسار، حيت المسار ديالو صغار، هذوك العضلات تقلصوا. دونك هنا ما غيبقاش يوصل الاكسجين الكافي للقلب، دونك القلب غيولي يضرب كثر، وما غيبقاش يوصل الاكسجين الكافي للدماغ اللي هو اللي عليه كلشي. دونك هنا الانسان كيتوقف وكيتزير، وبما ان الاكسجين ما كيوصلش كافي حتى للدماغ اللي هو اللي عليه كلشي، كيبقى حتى كيسخف. بزاف الناس فيكم دابا كيتسائلوا علاش كيوقع هذاك الالتهاب في القصبات الهوائيه، وعلاش هذوك العضلات ديال اللي داخلين ضمن الجهاز التنفسي كيتقلصوا. دونك ضروري ما كيكون شي سبب بالنسبه لهذوك الناس اللي مرض بالضيقه، ضروري ما كيكون شي سبب اللي كيديكلونشي لينا هاد العوامل. دونك السبب الرئيسي اللي كيدير لينا الضيقه باقي ما معروفش، ولكن ضمن الاسباب اللي كيفيقوا لينا هذيك الضيقه كنلقاو اليرجين، اللي هو اللي سبق وفسرته مزيان في الحلقه اللي دويت فيها على حساسيه الانف، لا غينيت اليرجيك. اللي مازال ما شافش هاد لا فيديو، هيا لا سوجيشن غتبان لكم الفوق في الفيديو، كليكي عليها وغادي تشوف الحلقه كامله. كنلقاو ثاني الطابه، يعني الناس اللي كيكميو، كنلقاو دي فيروس ريسبيراتوار، يعني الفيروسات بحال ديال الرواح ولا الانفلونزا، وكاين حتى بعض الدويات وبعض المواد الغذائيه، وكاين ستريس والتوتر، وحتى الناس اللي كيجهدوا على راسهم في السبور، وكاع داكشي ديال الغبره اللي كيدير الحساسيه. اما السبب الرئيسي كيفاش حتى كتولي فينا الضيقه مازال ما معروفش. اما السبب اللي معروف هو العامل الوراثي، بمعنى شي حد من العائله كيعاني من هذا المشكل ديال الضيقه، هنا راه كدوز وراثيا، وما كنقدو نتاكدو حتى كيوصل الوليد لست سنين. عاد كنديرو ليه البلاكه ديال الصدر، ان غاديو توراسيك، باش نعرفو واش فيه الضيقه ولا لا. دونك الا يلاه تزاد الوليد وكيبان لك كيبقى يكحب حتى كيتخنق، هنا خاصك تشوف الطبيب ديال الاطفال، ان بيدياتر، وخاصك تبقى متبع ليه الدواء، حيت الا تبعتي ليه الدواء مزيان كاين احتمال انه ما تبقاش فيه الضيقه. دونك ردوا البال لوليداتكم. الوغ دابا غنوريكم شي انسان لا مريض بالضيقه شنو كيوقع ليه ملي كديكلونش هذيك لا كريز لازم، ملي كديكلونش هذيك، ملي كيفيق لينا هذيك الضيقه وكيدير شي سبب من هذوك الاسباب اللي ديجا ذكرت. فكيف ما كتشوفوا في الصوره، كنشوفوا هنا كاينه قصبه هوائيه ديال انسان عادي، وشوفوا الباساج اللي كيدوز منه الهواء قداش. باغ كونطخ في الجهه الاخرى كاينه قصبه هوائيه ديال الانسان فيه الضيقه، فهنا كتلاحظوا باللي داك المسار اللي كيدوز منه الهواء ضيق بزاف، حيت العضلات ديال القصبات الهوائيه كيتقلصوا، والجدار الداخلي ديال القصبات الهوائيه كيفرزوا واحد السائل بزاف، وهنا كيبقى الانسان حتى كتجي ديك الكريز لازم ديال الضيقه. دوزو دابا الاعراض اللي خاصك تداويها قبل ما تطيح في لا كريز ديال الضيقه. الوغ الاعراض الاولى اللي كتبان، كاين الكحبه خاويه وسورتو في الليل، كاين لو سيفلومون ديال الصدر، يعني الصدر كتحس به كيبدا يصفر، وحتى هو سورتو في الليل، سورتو في الزفير، يعني ملي كتخرج ثنائي اكسيد الكربون. وكنزيدو نتاكدو اكثر ملي كتاخذ مضادات الحساسيه والانتيبيوتيك والسيرو ديال الكحبه، ومع ذلك كدوز واحد 5 ايام 6 ايام وما كيكونش تحسن. دونك قبل ما نسالي لا فيديو، بالنسبه للناس اللي كيعانيو من هذا المشكل، خاصك تعرف بان العلماء راه باقي ما عرفوش شنو هو السبب الرئيسي اللي كيدير لينا الضيقه. دونك كاين غير العامل الوراثي، وباقي ما عرفوش شنو هو التريتمون اللي غادي تتبعو باش تقضي بصفه نهائيه على لازم على الضيقه. دونك الدواء اللي كيعطيك الطبيب راه كنداو به غير الاعراض. دونك بالنسبه للتريتمون او الادويه،
اللي كناخدوهم باش نداو هاد المشكله هنا، على حساب اش من دوغري، اش من ستاد وصلتي ليه في المشكل ديال لازم، يعني اش من درجه وصلتي ليها في هذاك المشكل ديال الدقه اللي هنا. ضروري خاصك تشوف الطبيب اللي غيدير لك واحد ليكزامان باش كيعرفك اش من ايطاب وصلتي ليه، يعني سوا يا اما كيخرج لك دي برونكو ديلاتاتور اكور دوري، يعني مده قصيره ديال مده قصيره، ولا برونكو ديلاتاتور ديال مده طويله لونغ دوري. وهاد برونكو ديلاتاتور يعني برونكو جايه من لي برونش، وديلاتاتور يعني كي ديلاتيو، يعني كيوسعوا لي برونش باش كيرجعوا لاطاي نورمال ديالهم، باش الهواء كيولي يمشي مزيان، كيلقى المسار ديالو كيلقاه ليبر، كيولي يمشي مزيان، ما كيبقاش يلقى حواجز. دونك بالنسبه للتريتمون، يا اما كنعطيو لافونتولين بوحدها السالبوتامول اللي معروف في الفونتولين بزاف، بحال كاين فونتولين بيوتوفون، يا اما كيعطي الاسوسياسيون ديال ان انتيستامينيك مع الكورتيكويد بحال هادوك لي زايروزول اللي كيترشوا بحال صافلو بحال سيريتيد، وزيد وزيد سينو كنزيدو مع هاد الشيء كتزيد حتى لي كورتيكويد فانيد. دونك على حساب هادشي علاش كنقول لكم على حساب لا غرافيتي، وضروري تشوف الطبيب هو اللي كيعرف اش من دوغري وصلتي ليه في المشكل ديال الدقه. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه ديال اليوم، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع كاع الناس باش تعمل الفائده على الجميع. الا كنتي اول مره كتشوف لي فيديو ديالي، ما تنساش تابونا في لاشين، تاكتيفي نوتيفيكاسيون كوم سا يبقى يوصلك الجيم الجديد ديالي. جو فو دي ا بيانتو، على بروشين ايبيزود ان شاء الله.